والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مجلس جديد من مجالس الصحابة الميامين مع نبي رب العالمين، وحديثي اليوم مع حضراتكم في قضية مهمة جدا، هي متعلقة بالقدر، ولكن ليس المطلوب أن أتكلم عن القدر وتأصيله بقدر ما المطلوب أن نؤمن بالقدر. ليس المقصود من تأصيل أي مادة إن نأتي بالنصوص من القرآن والسنة على إثباتها أنها مجرد مسألة طرف علمي أو مسألة حشد أخبار حول مسألة، وإنما المقصود إن الإنسان يؤمن بهذه العقيدة وهي عقيدة القدر. علامة كبيرة جدا من علامات الإيمان إن الإنسان يؤمن بالقدر. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. العلماء قالوا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني تأتيه المصيبة أو تقع عليه النازلة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يبقى الإنسان في هذه الحياة كما أن الأرزاق تصيبه، فإن أيضا المصائب والنوازل قد تصيبه. الإنسان عندما تأتيه الأرزاق أو تفتح له الأبواب فإنه يسعد ويطرب ويفرح ويبتهج، لكن عندما تنزل عليه المصائب أو النوائب أو يأتيه مرض أو يأتيه عرض من الأعراض التي قد تذهب مثلا شيئا من ماله أو شيئا من قوته، فإنه ربما يحزن. يحزن لماذا؟ طب ما هو الذي أعطاك هو الذي منع منك، الذي قواك والذي أصاب صحتك. المسائل كلها من عند الله. قال الله: قل كل من عند الله. فطالما ان كل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لابد ان يرضى بما قسمه الله تعالى له. دايما جملة انا بقولها لكل الذين يتواصلون معي في بعض المشاكل، بان الله تعالى كما قسم الأرزاق فإنه ايضا قسم البلايا والرزايا، يعني كل واحد قد يصيبه مصاب فعليه أن يصبر على قدر الله. بقية كلامي في مسألة القدر أذكره إن شاء الله، ولكن بعد ذكري الحديث الذي اعتدنا أن نقوله باعتبار أنه أساس المجلس. فأساس المجلس هو حديث رواه البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. يبقى كل إنسان كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقلنا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. قال: اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه جملة كبيرة من النفع، ليس مجرد معية الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف يتيه الإنسان إذا حصله. شرف ربنا عز وجل الصحابة فاختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحب النبي فعليه أن يحب من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم إن من فضل معية الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا الحديث، فكانت معيتهم هي الخير كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه معية وهذا مجلس، ونريد أن نتعود دائما أن المجالس لابد ألا تنتهي إلا بفائدة. يعني كثير من الناس يجلسون ويخرج المرء من هذا المجلس وهو محمل بالأوزار. لماذا لا تكون مجالس المسلمين هي مجالس الخير والبركة؟ الرجل يجلس مع أولاده، يبقى هذا المجلس مجلس خير وبركة. يجلس مع زملائه في العمل، يبقى خير وبركة. يجلس مع جيرانه، خير وبركة. حتى لو جلس في الأتوبيس أو الحافلة أو السيارة، فهذا مجلس خير وبركة. ليس الشأن أن تتكلم، ولكن إذا كنت يعني لك صلة مع الله وحال مع الله، فإن شكلك وهديك ودلك وسمتك بمفرده قد يكون دعوة إلى الله عز وجل. يعني نريد أن المجالس التي يجلسها أهل الإسلام تتميز عن مجالس غيرهم. لابد أن تكون مجالس نزداد بها إيمانا. ليس الشأن أن احنا نجعلها مجلس علم بقى وقراءة قرآن، ده ممكن حتى نجلس نتذكر نعمة من نعم الله عز وجل، نتذكر حال المسلمين في الشارع الذين مرضوا والذين حدثت لهم بعض الظروف، نفكر كيف يخدم بعضنا بعضا، نفكر كيف يساعد بعضنا بعضا في تربية أولاده، ويعين بعضنا بعضا في القيام بالواجبات والمسؤوليات. دي يعني مسألة جيدة، نفعل ذلك حبا لله عز وجل، وحبا لرسول الله، وحبا لأهل الإسلام، وحبا للدين، وحبا لهذا المكان الذي نعيش فيه وعليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فمجالس المسلمين لابد أن تكون مجالس خير وبركة. فالصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، إذا طالما في مجلس إذا هناك فائدة، في هناك خير، في هناك بركة، في توجيه، في تعليم، في تأديب، في تربية. لن نحرم خيرا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما الذي حدث في هذا المجلس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس: ما منكم من أحد إلا. هو النفي والاستثناء بيدل على الحصر، النفي والاستثناء يدل على الحصر. وما محمد إلا رسول. يبقى أعظم صفة اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده. إذن أعظم شيء يمكن أن أتكلم فيه معكم الآن هي هذه القضية، وهذه القضية هي أنه كل إنسان، كل إنسان، كل إنسان خلقه ربنا عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. ولذلك في بعض النصوص أن الرجل في سكرة الموت يريه ربنا عز وجل مقعده من الجنة ومقعده من النار. فإذا كان من أهل الخير والصلاح
أبدله الله تبارك وتعالى مقعد النار بمقعد الجنة، فيزداد حبا للقاء الله عز وجل، ويتمنى أن يقدم وأن يسرع به، ويكون الموت بالنسبة له بداية خير وبركة، والعكس بالعكس. كلمة أحد دي، هل المقصود بكلمة أحد اللي يعني غير المكلفين؟ يعني كل أحد من جملة الخلق حتى من البهائم والطيور؟ لا، كلمة أحد دي يعنى بها أهل التكليف، يبقى كل مكلف كتب الله تبارك وتعالى مقعده من الجنة ومقعده من النار. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سؤال ممكن يتبادر إلى أذهاننا نحن، يعني لو كنا في هذا المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما سألناه، طب طالما كل واحد كتب عليه كتابه وكل واحد عرف مقعده في الجنة والنار زي ما ربنا سبحانه وتعالى كتب، يبقى أفلا نتكل؟ أفلا نتكل؟ الاتكال هو ترك العمل، ولذلك التواكل هو ترك السبب. يعني لو في واحد مثلا أمر أن يوثق يتكتف وقال أنا هشوف ربنا سبحانه وتعالى بيحبني ولا لا، طيب يعمل إيه؟ قال إلقوني في النيل، شافوا حتة عميقة جدا في النيل وألقوه في النيل. ده خطأ. ليه؟ لأنه يريد أن يقطع الأسباب. فما ينفعش إن الإنسان يحاول إن هو يختبر مقامه عند ربنا بقطع الأسباب. ده المفترض إن أنت تعرف مقامك عند ربنا بمباشرة الأسباب، مش بقطع الأسباب، بمباشرة الأسباب. يعني مثلا افترضنا أنت في النيل ولوحدك في مركب، والعاصفة هبت وأحيط بك وعلمت بأنك غريق لا محالة، هتعمل إيه؟ مش بقى تسيب نفسك بقى وتسكت وتقول ربنا سيبها على ربنا، لا، ده من الأسباب إن أنت تحاول إن أنت تجتهد في الدعاء، وأثناء اجتهادك في الدعاء لا بأس إن أنت تصرخ بأعلى صوتك، ممكن حد ينقذك، ممكن تحاول إن أنت تجدف في المركب ده، يعني حاول أن تأتي بالأسباب. قصص في هذه كثيرة جدا، ولكن لابد الإنسان أن يأتي بالأسباب. يعني افترضنا مثلا لو تركنا العمل من أجل أن ربنا كتب كل حاجة وأسقطنا الأسباب وأسقطنا العمل، إيه اللي يحصل؟ احنا كده هنسقط الشريعة وهنضيع عمارة الكون. ما هو دلوقتي ابنك دلوقتي اتلم على مجموعة من المنحرفين وبدأ ينحرف وترك الصلاة، انت تعمل ايه؟ انت تقول ربنا كاتب كده وهرضى بقى بقدر الله؟ لا، مش هتعمل الكلام ده. واحد اجاله مرض يقول لا انا ده قدر ربنا وانا لن اباشر الاسباب، مش هينفع، لابد ان تذهب الى الطبيب او لابد ان تأخذ الدواء عند من شرع ذلك الامر. لكن الأوجه مسألة الطب والدواء مسألة الرعية، أولادك. لو وجدت واحد عنده انحراف أو ما إلى ذلك، ما تقولش ده ربنا كتب عليه كده وأنا أرضى بهذا الأمر. افترضنا ابنك الصغير في طريق سريع اتلقيته ساب إيدك وبيجري في الطريق السريع، هتقول بقى هنسيبه القدر الله؟ لو ربنا رايد إن هو ينجو ينجو، ولو رايد إن هو يموت دي عربية موته، ولا بتجري بسرعة عشان تنقذ ابنك؟ بتجري بسرعة عشان تنقذ ابنك. يبقى إيماننا بالقدر مش معناه إن احنا نستسلم، ولكن إيماننا بالقدر معناه إن احنا نعمل أكثر ونجتهد أكثر، واللي ربنا عز وجل كتبه هو اللي يحصل. يبقى أنا باخد بالأسباب. يعني أحاديث القدر بتخلي الإنسان أكثر اجتهادا في الأخذ بالأسباب، واللي كتبه ربنا عز وجل هو اللي هيكون، زي مثال الطفل اللي هيجري وهيموت، أو مثال الابن الذي انحرف وأنت تريد أن تكون سبب في هدايته. الأمثلة كثيرة جدا جدا. وأيضا لو في هناك مثلا رجل، أنت قاعد في البيت عندك وأنت قاعد كده اتلقيت رجل حرامي جاي يسرق البيت، تقول هذا قدر الله، أنا لهجري وراه ولا أخذ منه حاجة. لو ربنا رايد ان يتمسك يتمسك، ولو راد ان ما يسرقش حاجه ما يسرقش، هتعمل كده؟
ولا تجري وراء الحق حرامي امسكه حوشه واعمله، هتجري وتحاول تمسكه وتحاول تستنقذ ما في يده من مسروقات. يبقى إذن الإيمان بالقدر ليس معناه ترك الأسباب، ولكن الإيمان بالقدر معناه الأخذ بالأسباب. ولهذا عندما تأخذ بالأسباب سييسر ربنا عز وجل لك ما أراده منك. ولهذا أن الصحابة لما قالوا طالما كل شيء بقدر، وإحنا كل واحد مع يعني ربنا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، طب نصلي ونعبد ربنا ونصوم ليه بقى؟ ما نسيب المسألة دي، وزي ما ربنا قدر إحنا نعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أفلا نتكل، لهم لا لا تتكلوا، لأن الاتكال ترك العمل بالأسباب وبه خراب الأكوان وتعطيل الشريعة. فقال لا اعملوا، فكل ميسر. يعني الإنسان لما يعمل ربنا هيسر له، إما هيسره لليسرى وإما هيسره لإيه؟ للعسرى. والأعمال خواتمها مرتبطة ببدايتها، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، دي كلها أعماله، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن النهايات مرتبطة بماذا؟ بمباشرة الأسباب. القدر عقيدة إيمانية مش خرافة، ولا القدر أساطير، ده القدر من جملة الغيب، والإنسان في مسائل الغيب بيؤمن بها وبيحاولش إنه هو يطلب إلا ما يناسب عبوديته لله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي لا يؤمن بالقدر هو من أتعس الناس ومن أشقى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث جبريل المشهور بأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. لما سأله جبريل وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.